بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. عنوان هذه الحلقة: اللباس في المجتمع المسلم والمجتمع الإماعي. والمجتمع الإماعي، المجتمع المسلم هو اللي فيه الأغلبية هما المسلمين، واللي تيحكمهم هو شرع الله. الشعار ديالهم: وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. الشعار ديالهم: المؤمن هو الذي لا يقدم على عمل وعلى أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذه هي المواصفات ديال المجتمع المسلم. ما تيدير لا حركه ولا والو، لان تعرف الحياه ديالو كلها لله عز وجل. الشعار ديالو: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. في كل شيء: ماكلتو، شرابو، لباسو، تجارتو، زواجو، الموت ديالو، كل شيء من الحياه حتى الموت. ومن هذا الشيء هذا اللباس. فبالنسبة للمسلم والمجتمع المسلم، ما تيتحكموش فيه الشركات العالمية ديال الموضة. كل مرة تيديروا لهم شي نوع ويقول لهم يلا ولبسوا، ويمشيوا يديروا هذا الشيء هذا يلبسوه دوك بين قوسين المشاهير. لا، اللباس سيعرضوا على الشريعة الإسلامية بعض المواصفات فيه: ألا يكون واصفا ولا كاشفا ولا شفافا ولا ثوب شهرة. ما تصيبوش قال لك مسلم ولا طلق الحياة ديالو وفي الصلاة ها هو غطي لك من الصراح حتى الركبة، وخارج الصلاة ها هو معري الفخاط ديالو. الأخرى عاود تصيبها لك، ها هي في الصلاة مغطية الجسد ديالها كله حتى القدمين إلا الوجه والكفين، تتسلم تتحط داك اللباس اللي هو خاص بالصلاة وتتمشي عاود تلبس شي لباس اخر لا علاقة له بالاسلام، علاقة له بالموضة. ماشي هذا هو المجتمع المسلم. المجتمع المسلم اي وحدة واي واحد شتيه تتصف في هذه الشروط الاربعة في اللباس ديالو: لا يكون واصفا توصف العورة، ولا كاشفا تكشف العورة، ولا شفافا تبين العورة، ولا ثوب شهرة. معنى ثوب شهرة شي حاجة اللي ماشي خاصة، بحال مثلا اللباس ديال السور ديال الكنيسة، هذاك حجاب كامل ولكن ما يصلحش تلبسيه انت المسلمة، لأنه هذاك ثوب شهرة، هذاك خاص بالرهيبات، هذا هو معنى ثوب شهرة. أو شي لباس ديال شي دولة، وجيتي انت لواحد البلاد انت اللي ساكنة فيها ولبستي ذاك اللباس، غيبقاو يشوفوك الناس كلهم ترتي لهم الانتباه ديالهم، خالفتي ذاك الشيء اللي عليه دوك الناس. فلهذا هذا هو الشروط ديال اللباس باش نعرفوا راسنا في المجتمع المسلم. المجتمع الإماعي شكون هو تيحكموه؟ تيحكموه العادات والتقاليد والشركات العالمية ديال الموضة، هما اللي تيحكموه. وتتصيب عنده حرام وحلال، ماشي بحال المجتمع المسلم اللي عنده حلال وحرام من الكتاب والسنة. حلال وحرام الكتاب والسنة، هذا حلال وحرام من خلال العادات والتقاليد. لهذا تتصيب لك في سميتو في الزنقة حرام تلبس سليب المرأة، حرام، ولكن في لابلاج تلبسو وتلبس المايو. حرام تلبس المرأة المايو في وسط الناس في المجتمع، ولكن تلبسو في لابلاج. في الحمام داك اللباس ديال الحمام حرام نخرجو به للزنقة، ولكن حلال نديرو في وسط الحمام. هذا مجتمع إماعي. شنو إماعي؟ هذا تيقول لك انا مع الناس، اللي داروا الناس انا دايروا، تعراوا الناس انا معري، تقساوا الناس انا تقسيس. الرسول صلى الله عليه وسلم تيبغي يقطع هذه المساله هذه. تروي لنا ابن الاثير في جامع الاصول في احاديث الرسول عن حذيفه وابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم امعه. هذه كلمه امعه ما عرفوهاش العرب، ما كانوش يستعملوها بزاف، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هزها من الاشتقاق ديالها وقلنا ها معنى علاش تسمى إماعة. يقول انا مع الناس،
إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا. وصاروا إن الترمذي هذه الرواية هذه عن الصحابي الجليل ماشي حذيفة وعبد الله بن مسعود، لا عن الصحابي الجليل واحد اللي هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وجاب الرواية بصيغة الجمع تخاطبش لا يكون أحدكم تخاطب الفرد المسلم أو الفردة المسلمة، لا تخاطب المجتمع المسلم وتقول لا تكونوا إماعة، وجابها بصيغة الجمع. نجيبوا الرواية ديال الترمذي بالتمام ديالها اللي هي تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذه الرواية هذه ديال الترمذي، قال فيها الترمذي رحمة الله عليه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حيت نجيو نشوفوا هذا الحديث هذا ما قالوش الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لأن مازال ما تكوناش دولة وكانوا الناس مستضعفين وكانوا مقهورين، ولكن بعد ما تكونت الدولة أصبحت متميزة في معاملتها في سياستها في اقتصادها في اجتماعها في لباسها في أدابها في عاداتها في تقاليدها. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع واحد القانون وقال لك عندك كل واحد فيكم وعندك تكون انتما إماعة تتبعوا، وهو العالم يسير ولا كذا، ولكن رصاو انتما شوفوا تبعوا الإحسان وبعدوا على الظلم. إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، قال لك لا وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا، لا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا غيركم، لأن ضد الإحسان هو الظلم. لهذا المجتمع الإماعي سيحاربوا الإسلام، خصك تكون عندك شخصية المرأة وخصك تكون عندك شخصية الرجل. انا شحال من واحد تنقول للشباب ولا شحال داير شي حسنه، قلت له انا بغيت ندير بحال الحسنه ديالك ولكن اقنعني انت ملي درتيها بغيتيها وبغيتيها باقتناع، فلهذا اقنعني كما اقتنعتي انت بنفسك اقنعني انا نديرها. لا والو غير بحال القطع ديال الغنم، هذا هو الاماعيه. داك اللباس اللي داير قنعني، داك المشروط مقطع ولا كذا كذا ولا مزير ولا كذا قنعني. فلهذا لا تلبس لباسا إلا إذا وافق تعاليم الشرع الأربعة، لا يكون واصفا ولا كاشفا ولا شفافا ولا ثوب شهرة. وما تقول دابا هذه جائز هنا هذه غير جائز هنا، بحال شي وحدة تصيبها لك غادية شي فيديوهات تبينوها وعندها الصاية وجات الريح وزدت لها الصاية وبدات تتغطي عاودت تتغطي، وهي نفسها تذكر في لابلاج ما كاين ما تغطي، هي اللي عرات كاع باش تبين. علاش؟ لانها تحت سلطة المجتمع، المجتمع قال لها هاد البلاصة هادي ما فيهاش العرى، معناها العرى شنو؟ هي تبين سليب ما وراه معرية هي اصلا، ولكن تمايا كاين العرى شي بس ما كان. فتنوليو دايرين اللباس ديال الحمام، اللباس ديال العراسات، اللباس ديال لابلاج، اللباس ديال الزنقة، يعني كل بلاصة عطيناها لباس ديالها. وهذا الشريعة الإسلامية لا، عطاك لباس واحد وعطاه لك من خلال الصلاة لا الرجل ولا المرأة، قال لك هذا اللباس هذا هو اللي خصك تلبس في الصلاة وخارج الصلاة، بل أكثر من هذا الشيء هذا قال لك أودي دير لي واحد تزيينه بالأخص الرجال، الرجال دون النساء، لأن النساء فيهم قضية ديال الإثارة والفتنة، قال لهم تمنى الرجال. أش قال سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زيناتكم عند كل مسجد. معنى هذا أنك لا تكتفي بلباسك العادي بل يجب أن تضيف عليه، لأن الزينة هي الزيادة على الشيء الأصلي كما قال تعالى في شأن السماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ثم بالنسبة للدنيا زينها الله بالبنين والمال، فقال في حق الدنيا هو تيبين المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة. فأنت أيها الرجل
لا تكتفي باش غادي تمشي بواحد اللباس اللي هو هكاك غادي للجامع، لا لا لا، راه غادي عند السيد ربي سبحانه وتعالى. إذا كنتي في لونتروتيان تتختار اللباس باش غادي تمشي باش تستقبل هذوك اللي غادي هما يسولوك وكل شيء باش يقبلوك في هذيك الإدارة ديالهم، فكذلك أنت في المجتمع المسلم أنت تريد باش دير واحد لونتروتيان في وسط بيت الله عز وجل، خصك تمشي باللباس لائق بيت الله، لأن هذاك أقدس البقاع على وجه الأرض. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنت 5 مرات وأنت تتخذ زينتك عند كل مسجد تألف الزينة في حياتك كلها، فتكون في واحد الشكل حسن غير منفر، والناس يشتاقوا لك. شحال واحد شفتهم مسكن كانوا فنانة ومشهورين عالميين، إيوا تن الله ما صابش الموجه، داير واحد الحياة هنا من سوف هنا من سوف هنايا، وحده ما تشبه اختها لباسها سميتو، يقول لك انا بوها لي، شنو بوها لي؟ هذا راه شوهتي بحال واحد هذاك الفنان يتكلم فيه صاحبه اللي باقي مازال ما التزم شوهتي، يقول لك لا 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 ما عندي ما ندير بهذا الدين، هذا الدين هذا ماشي هكاك. راه الدين يزيدك جمالا في هيئتك وفي تكوينك الفيزيولوجي، بمعنى انك حيت كنتي تتكرط راه كنتي خايب، ولكن حيت وليتي داير اللحيه وليتي اجمل، ولكن اشمل اللحيه خاصها تكون اللحيه على حساب الهرمونات اللي عندك شنو تيواتيك، ماشي شي واحد بحال داكشي ديال الشينوا عنده واحد شي شويه هنايا وخليها طويله هكا، لا، قد الامور ديالك باش تكون انت في هيئه جميله تثير الاخرين لدينك الذي انت تتدين به. وهكذا انت ايتها المؤمنه ما تمشيش تنساقي مع الناس الاخرين، وانت ما تمشيش تنساق مع الناس الاخرين، ما تكونش إمعة، يجب ان تتميز بلباسك في كل مكان فين ما مشيتي. الناس دابا مشاو بالماده، شي مره وانا فسميتو في واحد المدينه في ايطاليا سميتها جينوفا، وحيت شافوني بهذا القميص هذا، هذا القميص هذا ولا عندهم البترو دولار، الفلوس هذا الدولار، عرفتي احترامات تامه. وهذاك اللي معايا تيشرح ليا وداك الشيء هذاك، شي وحده هضرات معاه بالطليانيه وهضر معاها وضحكوا، قلت لها اش قالت لك؟ قالت لها ودي راه جينوفا تباعت بلا ما تعاودوا فيها البيع، معناها راه جاي انا عندي راه الدولار راه مستف غادي نشري انا مدينه كاع كل شيء اللباس اش دار؟ شي. ولكن الا كنا حنا تنمثلوا به الاسلام بدل من الماده غتكون عندها واحد القيمه اكثر. فسميتو في 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 مدريد، فسميتو في الصبليون كاين واحد البنكه دايره هكا بحال الا غادي تطيح هكا، وتيمشي واحد المسافه بعيده على ديك المسافه وتتصور وداير هكا كان قبط هذوك بجوج. مشاو داوني حتى انا نتصور، وحيت مشيت نتصور شافتني شي برازيليه هي وراجلها، قالت لي بغيت نتصور مع هذا، شافتني بحال شي قسيس ولا شي حاجه ولا هذا، قال لي وديك راه غادي يشدوا التصويره ديالك ويديروها في الصالون ويبداو يقدسوها. فهي هذا تيخصنا حنايا اللباس ديالنا يكون واحد اللباس انيق، يكون واحد اللباس اللي هو يحبب للناس الدين الاسلامي، لان ما بقيتيش ديال راسك. وتيقول لك في المثل الدارجي كل بشهوتك ولبس بشهوت الناس، اللباس ماشي بالشهوه ديالك انت، اشنو تيمشيو في وسط البيئه ديالك انت اللي فيها. لهذا واحد من العلماء المسلمين المشهود لهم بالصلاح مشى يدير محاضره في اوروبا، وجا شي واحد من دوك المتنطعين اللي تيقصروا الحوايج ويديروا اللحيه وحده ما تتشبه لخوتها ودايرين واحد التشويهه في راسهم، قال لي يا شيخ كيف كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي كان مثل لباس ابي لهب بكل سهوله، لان اللباس ديال المالين هذاك متوفره فيه الشروط، ماشي وصيف ولا كشيف ولا شفاف ولا تبى شهره، ماشي اللباس ديال التكبر اللي هو جرب الديل ديالو، فكان كان لباس ابي لهب. لهذا نردوا البال في هذه القضيه ديال اللباس، راه عندها واحد المسألة أساسية في الدين، وما نقولش بحال هذا الإيمان في القلب ما بقاش في اللباس، لا، اللباس هو ترجمة لما في القلب، هذا هو اللي تيخصنا نفهموا هذه المسألة هذه. ثم الله يوفقنا لما في الخير، والسلام عليكم.